سنرى أولا مقالته الأميرة حصة ابنة الملك سلمان عن أبيها وإخوتها، ثم نرى تفاصيل زفافها الأسطوري في مايو 2021، حيث ظهرت ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وشقيقة ولي العهد محمد بن سلمان، والتي وصفها الجميع ساعتها بأنها ملكة أميرات الخليج. دي الأميرة حصة وهي صغيرة، هي جميلة من صغرها، ودي هنا مع والدها الملك سلمان ملك السعودية، هنا بعد ما كبرت. صور مختلفة ليها، وهنشوف تفاصيل زفافها الأسطوري بعد شوية. وفي ظهورها الأول كشفت الأميرة حصة الابنة الوحيدة للعاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز، كشفت العديد من الجوانب الشخصية لخادم الحرمين وولي العهد، وتفاصيل علاقتها بإخواتها للمرة الأولى، وأكدت حصة في حديث مع مجلة اليمامة السعودية. كشفت أن الملك كان يوليها اهتمامه ورعايته رغم مشاغله ومسؤولياته، وقالت: في الحقيقة كان الوالد ليا في فترة من الفترات أبا وأما في نفس الوقت، وهذا الشيء لا يعرفه الكثير من الناس، فوالدتي كانت مريضة منذ أن كان عمري 7 سنوات، وكانت تسافر بين فترة وأخرى للعلاج، ويبقى والدي إلى جانبي يهتم بكافة شؤوني ويتابع دراساتي. وتابعت: كان يرفض أن أستعين في دراستي بمدرسين خصوصيين، رغم أنني أحيانا كنت أضطر لذلك بسبب مرض الوالدة واحتياجها لجلسات علاجية طويلة في غسيل الكلى لمدة 2 سنين. وبعد معاناة مع المرض تمكنت أمي من زراعة الكلى، ثم عاودها المرض وأنا في 19 من عمري، ورغم كل تلك المعاناة كان والدي يرفض فكرة أن أدرس منازل ويصر على تواجدي في المدرسة والجامعة، وشددت على أن الملك سلمان كان يتحمل مسؤولية تربيتها كاملة في غياب والدتها، مشيرة إلى أنه كان يصطحبها معه في سن صغيرة إلى مكتبه، وكانت ترافقه في بعض اجتماعاته الرسمية، وهو الأمر الذي منحها دعما معنويا وثقة كبيرة بالنفس. كما تحدثت الأميرة حصة، عمرها 45 سنة وفي 1047 سنة، تحدثت عن بعض صفات وطقوس الملك، فقالت: والدي شخص منظم جدا، كان يخرج إلى عمله في إمارة الرياض الساعة 7:15 صباحا، وحتى لو كان متعبا أو متوعكا فهو لا يتأخر عن عمله، وكان يحرص على أن نتناول طعام الإفطار معه قبل ذهابنا للمدارس، ثم نلتقي به مرة أخرى وقت الغداء بحدود الساعة 2:30 ظهرا، وبعد ذلك ينام قليلا ثم يذهب للقاء من جاء إلى مجلسه، حيث يمتلئ المجلس بالرجال، وبعد انصرافهم يكون هناك جلسة عائلية بسيطة، وقبل أن يذهب للنوم يصلي ويقرأ شيئا من القرآن. وأضافت: كل إخواني ساعدوني فعلا، حتى إخواني غير الأشقاء كانوا حنونين جدا علي وعلى الوالدة، ولم يغيبوا عنها بل كانوا يأتون لزيارتها في المستشفى ويتحدثون إليها وكأنها والدتهم، ولكن الأخت الوحيدة أحيانا تشعر بنفسها كأنها أم لإخوانها حتى الأكبر منها، فالأخت أم صغرى بطبيعتها. وفيما يتعلق بشقيقيها الأميرين الراحلين فهد وأحمد، وصفت الأول أنه كان بمثابة أبي الثاني، وهو من علمني ركوب الخيل في سن مبكرة حتى أصبحت عاشقة للخيل، وكان حنونا جدا خصوصا حين يكون الوالد غير متواجد، وكان صاحب نكتة وبشوش، كان نور البيت وابتسامته. أما بالنسبة لأخيها أحمد فذكرت أنه كان من أقرب إخوانها وكان يوليها
اهتمامًا كبيرًا وقام بتدريبها على العمل الصحفي والإداري في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. وديانا مصراوي نشرت لأول مرة لابنة الملك سلمان تتحدث عن علاقتها بوالدها وأخواتها، ونشروا صورتها وهي كبيرة وهي صغيرة مع الملك سلمان. ومن ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام عربية تفاصيل المكان الذي أقيم فيه زفاف الأميرة السعودية حصة بنت سلمان إلى الأمير فهد بن سعد شهر مايو 2021. وقال موقع ليالينا أن حفل الزفاف أقيم في مدينة جدة، ووصفه من حضره بأنه حفل أنيق أقيم في ليلة غير اعتيادية، مشيرا إلى أن كل غرفة من غرف القصر الملكي الذي احتضن الزفاف قد قدمت تجربة مختلفة. أما بالنسبة للفستان فوفقا للموقع لجأت الأميرة حصة بنت سلمان إلى المصمم ستيفن رولان الذي نشر عبر حسابه على انستغرام لمحة من التطريز الظاهر على الفستان بالإضافة إلى الرسومات المبدئية لهذا الفستان الأسطوري والذي استوحي من التراث السعودي. وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على تويتر فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود. وأظهرت الصور حضور الاحتفال الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء. أدي هنا الأمير فهد زوج الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وكتير طبعا بعد الزواج ده هو دخل يشوف عمره، هو عمره حوالي 50 سنة وهي حوالي 47 أو 45 حسب ما ذكرت بعض المواقع. ده الأمير فهد، ودي بقى تصميم زواج الأميرة حصة بنت سلمان. الغرف بتاعة القصر الملكي تزينت طبعا بزينة فخمة جدا، كل غرفة بلون شكل وتصميمات شكل، حاجة تليق بالأميرة. ودي الصور اللي نشرها ستيفن رونالد اللي هو المصمم عن والمسؤول عن فستان الأميرة، نشر الصور ديت عند حسابه في انستجرام. وريم البسام كتبت الفستان مستوحى من الثوب المصرح خاصة في طريقة محاكاة الأكمام في الثياب التقليدية ورفعها على الرأس، وهنا جزء من تطريز الفستان ويبرز اللؤلؤ بشكل جميل. أدي هنا اللؤلؤ باين أوي. وبرضو ستيفن نشر الصور ديت على انستجرام، وطبعا مستلزمات الفرح نشرها برضو من مطرزات ومن مفارش، كل حاجة أنيقة فعلا. ألف مبروك. ودي هنا كانت حاجات والدتها الراحلة وكاتبين عليها اللهم اغفر لها. كانت توفيت عن 71 سنة. وردة تطفي عرس أختي الأميرة حصة بنت سلمان. يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي ابن أحمد السديري، والتي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر ينازل 71 سنة. أما الأمير فهد فقد شغل منصبا من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية وهو مستشار مكافحة الجريمة بالمرتبة 15 في الوزارة. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.